السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم ورد وزعفران مع فاطمة. فيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي نشوفه بريوات بعقدة اللوز والمشماش. كيجي مذاق رائع بزاف من السمين، يعني واحد المذاق ديال المشماش اللي كيخلي هاد البريوات كيجيو من الداخل معلكين ومقرمشين وكيبقاو محافظين على القرمشة ديالهم مدة طويلة بزاف. غادي نشوفوا نصائح بالنسبة للسيدات اللي غادي يخدموا بالورقة العادية ديال المغرب، وكذلك يعني البنات اللي خارج المغرب وما عندهمش الورقة ديال المغرب كيفاش غادي نخدموا بالورقة المتوفرة. جميع الأسرار نعطيهم لكم في هذا الفيديو، فبقوا حتى الآخر. فغادي نبدأ بسم الله بالمقادير. هنا عندي كمية ديال المشماش، أنا غادي نستعمل هنا نخدم كيلو ديال اللوز. هنا عندي 200 غرام ديال المشماش. كميه المشماش تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا، يعني ماشي مهم تكون مضبوطه بالغرام. هذه الكميه ديال 200 غرام ديال المشماش كنغسلوها بطبيعه الحال من ديك الغبره وكنخليوها كتقطر من الماء مزيان، ومن بعد كناخذوا واحد الكسرونه وكنديروا فيها داك المشماش، وغادي نضيفوا ليه شويه ديال السكر. كميه السكر كتبقى على حسب الذوق. غادي نضيف انا هنا واحد جهد جوج معالق كبار ديال السكر، كيخليه ديك السنيده اللي كنضيفوا للمشماش كتخليه يطيب وهو كيجي حلو وفي نفس الوقت كيجي معلك. غادي نضيف ليه الماء وغادي نخليه يطيب حتى نحس به انه يعني ولا طري مزيان. هنا عندي كيلو ديال اللوز مفسخ ويعني مسلوق ومفسخ، فالطريقه راه درتها معكم في الفيديو ديال السلو، قلت لكم راه غندير هاد الكميه غنقسمها على سلو وبريوات، فيمكن لكم ترجعوا تشوفوا الفيديو ديال السلو باش تشوفوا الطريقه الصحيحه كيفاش يعني كنسلقوا اللوز. كنديروا في ماشي كنسلقوه، كنخويو عليه الماء طيب، كنخليه واحد دقيقه ومن بعد كنبداو نفسخوه. ملي كنساليوه كنشلوه بالماء بارد وكنخليوه ينشف ليله كامله، ضروري بقى ليله كامله حتى كينشف اللوز مزيان باش كيعطينا واحد العقده ناجحه 100%. كناخذ اللوز وغادي نبدا كنطحنه، وانا كنطحن وانا كنزيد معلقه جوج ديال السكر سنيده. بالنسبه للسكر ما غاديش نديرو ديك القضيه ديال كيلو ديال اللوز نص كيلو ديال السنيده، فهادو بريوات يعني غادي يترقدوا في العسل. في اي حاجه غادي تترقد في العسل العقده ديالها ما كنديروش كميه ديال اللوز النص ديالها ديال السنيده ابدا، هذيك كنديروها فقط في الحلويات البلديه اللي ما كترقدش في العسل. فهذا مادام غترقدوا في العسل ما نكثروش نهائيا السكر، كنديروا السكر غير الجهد اللي غادي يخلي لينا داك اللوز يتطحن ويتعلك. هنا كنطحنوا اللوز حتى ما كيبقاش فيه دوك الحبيبات، وفي نفس الوقت ما غاديش نبقاو نطحنوا فيه حتى كيولي داك العجينه جاريه ويطلق لينا الزيت ابدا، يعني كنطحنوا القياس اللي غادي نقلبوه. ملي نقلبوه بيدينا نلقاوه رطب ولا كيتجمع بلا ما يطلق الزيت. هذا هو يعني القوام ديال العقده باش تكون ناجحه. من بعد ما كيطيب المشماش كنصفيوه، وضروري نخليوه يتقطر 100% من الماء، ما خاصش يبقى فيه الماء، اولا نحطوه على الورق ديال المطبخ حتى كينشف من الماء. من بعد كناخذوه وكنطحنوه. هنا المشماش كنطحنوه تماما، يعني حتى كيولي عندنا واحد العجينه اللي طريه بحال يعني بحال لا بيغي ديال البطاط اولا بيغي ديال الفواكه. صافي انايا كنطحن ديك الكميه يعني 200 غرام اللي عندي ديال المشماش، ومن بعد شوفوا معايا هنا العقده ديال اللوز. من بعد ما طحنته كله، انا طحنته جوج المرات على حسب الطحانه اللي عندكم، واش كطحن مزيان واش كتنيل من الدقه الاولى اولا لا، نتوما كتكونوا عارفين الطحانه ديالكم كيفاش كطحن. فالا ما طحنش لكم المره الاولى بقى فيه الحبيبات كبار، كتعاودوا طحنوه المره الثانيه. شوفوا معايا هنا ملي كنجمعوا، شوفوا العقده كي دايره، يعني كتجمع معلكه بلا ما كتطلق لينا الزيت. هنا غادي نضيف يعني المشماش اللي طحناه، وصافي غادي نبدا كنخلط اولا كنعجن داك المشماش مع اللوز. هنا غادي نضيف
المسكة الحرة اللي مدقوقة مع معلقة صغيرة ديال السنيدة، تقريبا واحد 7 حتى 8 الحبات ديال المسكة الحرة، باش كتعطينا ديك التعليكة وفي نفس الوقت كتعطي مذاق العقدة ديال اللوز. صافي وغادي نبدا نجمع. هنا ما غاداش نضيف مباشرة الزبدة والمزهر، لان داك المشماش غادي هو معلك وغادي يجمع لي اللوز، فحتى كنجمعو بالمشماش عاد كنشوف شحال خصني ديال المزهر، ما نضيفش المزهر من الدقة الاولى حتى كنجمع العقدة كاملة، وعاد انتما ديك الساعة كتشوفوا عينكم ميزانكم. هنا غادي نضيف الزبدة، واحد جهد معلقة كبيرة ديال الزبدة، لان العقدة راه عندي كتكون طرية، داك المشماش كيطري لينا ديك العقدة وكيخليها معلكة. وغادي نضيف جوج معالق ديال المزهر فقط، غير باش غادي نسم به، ماشي باش غادي نجمع، هي راها ديجا معلكة ومجموعة. صافي وغادي نبقى كنعجن باش كندخل ديك المعالقة ديال الزبدة في هاد العجينة ديال اولا العقدة ديال اللوز والمشماش، راه كتجي واحد المذاق رائع بزاف ديال هاد البريوات هادو. صافي غنستمر حتى غادي نجمعو، من بعد كنشوفو هنايا يعني كنتيستيو ديك العقدة ديالنا واش كتجمع بسهولة بهاد الشكل هذا، كيكون هذا هو الشكل ديالها، كنحسو بها انها رطبة وكتشكل معنا بسهولة. هنا بالنسبة للحجم ديال البريوات ديالكم فانتوما اللي كتحكموا فيه بهاد الكويرات هادو، اما الا بغيتو ديروهم قد البريوات اللي درت انا راه غادي نديرو ما بين 8 حتى 10 غرام في كل كرة. هنا انا جبت الميزان غير باش نشوف به ديك الكويرة الاولى وصافي، من بعد غادي نحيدو، ما غاديش نبقى كنعبر، الكويرة الاولى هي اللي غادي نشد عليها العبار، غادي نبقى نحطها وهي اللي غادي نبقى كنعبر عليها عيني ميزاني حتى غادي نكمل الكويرات كاملين. بغيتو البريوات يجيوكم صغيورين بزاف راه غادي ديروا النصف ديال هاد الكميه، يعني واحد 4 غرام في كل كويره، ولكن راه غايجيو صغيورين يعني غادي يشدوا اليد شويه. هنا 8 10 غرام كيكونوا شويه متوسطين. الورقه اللي غادي نخدم بها هي هذه، واللي يعني الاغلبيه ديال السيدات اللي كيعيشوا في الدول الغربيه راه الاغلبيه يعني كنخدموا بهاد الورقه، لان هي الاقرب اولا المناسبه اللي بغينا نقولوا البريوات. جربت بزاف الانواع ديال الورقه، كاينه اللي كتشقق، كاينه اللي كترتق في الزيت، هذه كتبقى نوعا ما صالحه للبريوات، ولكن راها كتكون شويه غليظه، يعني القلي ديالها والتعسال ديالها ماشي بحال الورقه ديال المغرب. الخدمه ديالها انا هنا غادي نقطعها، مني تقطعوها ضروري تلفوها بالبلاستيك الغذائي ضروري، لان هي كتنشف، هي اصلا ناشفه، فضروري نبقاو مغلفينها من الاول حتى الاخر، ناخذوا فقط ديك الكميه اللي غادي نخدموا ديك الساعه فقط. وكنجيبوا دوك الكويرات ديال العقده وكنبداو كنطويو الطي العادي ديال البريوات، غير هو اهم حاجه مني نكونوا كنطويو في البريوات، كان يعني كنحاولوا اننا نوصلوا الحشوه اولا العقده لدوك الجنيبات باش ما يبقاوش لينا خاويين، وباش يجيونا حتى دوك البريوات مقادين. حنا كنشكلوا فيها وحنا كنضغطوا على العقده باش كتمشي لينا الجناب، ومني كنكونوا كنتلتوا حنا كنزيروا بحال الشكل هذا باش يعني كنحكموا مزيان دوك القنيتات. صافي وكناخذ هنا عندي الخليط ديال الطحين، عجينه يعني الماء والطحين هو اللي كنسد به البريوات ديالي بهذا الشكل هذا، كنحطوا ديك الكويره وكنجيبوا على داك الطرف ديال الورقه بحال هكا، وكنبداو كنتلتوا وحنا في نفس الوقت كنضغطوا على العقده باش كنوصلوها للقناه كاملين، فما خصش يجيونا القناه خاوين، سينو ما يعني ما غايجيش الشكل ديال البريوات زوين. صافي كنبقى مستمره فحال هكا، ومن بعد يعني كنسد بداك الخليط ديال
الطحين والماء حتى كنحصل على هاد الشكل هذا. هو الا درتو يعني الاشريطه رقاق بزاف ويعني الكره شويه كبيره كيجيكم دوك البريوات فحال هكا منفوخين، بغيتو يعني مبسطين شويه راه كيكون الشريط واحد شويه عريض. كيف شفتوا معايا البريوات مغطياهم، لان هاد الورقه هذه بالضبط هي ورقه اللي خاصها تبقى مغطيه من الاول حتى الاخر. الورقه ديال المغرب راه تقدروا تخليوها كاع تبات وتنشف ماشي مشكل، ما كيوقع عليها حتى شي حاجه. بالنسبه للقلي ديالهم كنقليو البريوات بحال كيف كنقليو اللوز تماما. درجه الحراره ديال الزيت خاصها تكون متوسطه، ما تكونش الزيت سخونه بزاف. الا كانت سخونه بزاف غادي نحطوا البريوات وغادي يتخطفوا، ودوك الطيات اللي لداخل اولا الوريقات اللي لداخل غادي يبقاو لينا خضرين. خصهم يطيبوا على خاطرهم، داكشي علاش الحراره خاصها تكون ما بين المهيله ومتوسطه، بحال الحراره اللي كنقليو عليها اللوز وكنقليو عليها حتى الشباكيه. غير هي الفرق ما بين البريوات والشباكيه، الشباكيه ساهله في القليان لانها كتطلع الفوق فما كتعذبناش. البريوات خصنا نحطوهم في الزيت نتسناو عليهم واحد دقيقه حتى لدقيقه ونص، وكنبداو التحراك المستمر حتى الاخر. فعلاش كنخليو ديك الدقيقه عاد كنحركوهم باش ما نقطعوش الورقه. الا رميناهم مباشره في الزيت وبدينا مباشره التحراك غادي نقطعوا الورقه ديالهم وهذا الطرطق وهذا تشتت لينا في الزيت. كنخليهم حتى كيتشمعوا اولا الورقه كنحسوا بها بدات شويه كتقصح، عاد كنبداو التحراك وما كنزقاوش نهائيا من التحراك. الا بغيتوا اللون ديال البريوات يجيكم موحد، ف الا ما حركتوهمش هما حيت كيكونوا ثقال كينزلوا للقاع ديال الطنجره. الا نزلوا للقاع ديال الطنجره كدير ديك البريوه من الوسط واحد البقعه سمراء لانها كطيح على القاع، ولا طاحت الورقه على القاع يعني التامست به ماشي كتحرق انما كدير واحد البقعه اللي هي داكنه على باقي الجنيبات ديالها. داكشي علاش كنبقاو نحركو باستمرار تماما بحال كيف كنقليو اللوز باش يجيونا لون واحد. كيف كتشوفوا معايا هنا شوفوا اللون ديالهم كيفاش داير لون موحد. صافي كنديرهم في العسل. بالنسبه لهاد الورقه هذه سبرينغ رول كتبغي تبقى مرقده في العسل لانها ورقه شويه غليظه، فباش يوصل ليها العسل يعني الطبقه الاولى والثانيه والثالثه حتى كيوصل العسل لداخل خاصه مده طويله، فضروري ماشي غير تبات وانما تبقى 24 ساعه في العسل. انا هنا خليتها يعني ليله ونهار كامل في العسل باش يلا يوصل لنا العسل اخر ورقه كاينه لداخل. وبالنسبه للاحتفاظ بهم راه مني كتحيدوهم من العسل كدوز يعني 24 ساعه وكتحيدوهم من العسل، كديروهم في دي زيبلوك اولا في ميكات صغيورين وكتخشوهم مباشره في يعني في المجمد حتى كتبغيوهم وكتخرجوهم، كيبقاو مقرمشين مده طويله. وهذا هو الشكل ديالهم، كيجيو معلكين من الداخل ومقرمشين من برا ومذاق غزال بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوهم، ونتمنى كذلك تخليوا لي لايك وتعليق، وكنقول لكم شكرا بزاف بزاف، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم.